استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من رجال الدين والنخب الفكرية والثقافية والتجارية والإعلامية والصحفية وجموعا من المواطنين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ثروتنا الحقيقية هي شعبنا، ونحن فخورون بشعبنا وشديدو الاعتزاز بإسهاماته ومواقفه الوطنية، وأن همنا الأول هو تحسين حياته وتقديم أفضل الخدمات له، فشعبنا هو سبيلنا لتحقيق غاياتنا وأهدافنا التنموية. وإذا كانت مواردنا قليلة إلا أنها كبيرة بشعبنا الذي نراه هو موردنا، ونحن ماضون في تيسير شؤوننا ومعتبنين بعد الله سبحانه وتعالى على قدرات هذا الشعب العزيز وإمكانياته التي نحرص على تهيئة كل ما يمكن لتشجيعه نحو المزيد من العمل والإنتاج. وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الأمة تمر بوقت عصيب وفي أوضاع صعبة، وأن وحدة الكلمة والموقف ولم الشمل قد أصبح ضرورة في مواجهة السياسات والمؤامرات التي تستهدف بث الفرقة والتشتت، محذرا سموه من استغلال التكنولوجيا الحديثة كمنصة لخدمة هذه المؤامرات وفي نشر خطابات الكراهية. لكننا نحمد الله أن الوعي في مجتمعنا البحريني عال بما يكفي ليفشل مثل هذه الأهداف وتلك المؤامرات. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على حماية البحرين من المخاطر التي تؤثر على تماسك هذا الوطن ولحمته، كسوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تلك التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة وسلامة البناء التعليمي كالشهادات المزورة التي نجحت الحكومة بالحد منها من خلال الإجراءات والمحاسبة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المجتمع أشد ما يكون حاجة اليوم إلى الخطاب القائم على المحبة والتناصح، فالتحديات التي تحيط بالأوطان كثيرة، وأي خطاب متشدد أو داعم لسياسات التفرقة والتشتت ستكون آثاره وخيمة على المجتمع. لذا يجب الحذر اليوم أكثر من أي وقت مضى والتمسك بعروة الوحدة والترابط والتماسك، حثا سموه على تطويع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التماسك الاجتماعي والوعي بمن يستغلها للتأثير على نسيجنا القومي وأمننا المجتمعي. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين اليوم على أبواب استحقاق نيابي جديد، وهذا الاستحقاق سيكون فصلا جديدا في الديمقراطية الوطنية، حثا سموه على دعم الاستعدادات لهذا العرس الديمقراطي بالممارسات التي تعكس للعالم حضارة الديمقراطية البحرينية ووعي شعب البحرين. وقال سموه: على الجميع إثراء المسيرة الديمقراطية والاستفادة من دروس الماضي والانطلاق لبلوغ الأهداف المشتركة التي تستند إليها المسيرة الوطنية.